تشاهدون في هذه الحلقة. وسط أجواء من النشاط والتفاؤل، مدارس تعز تفتح أبوابها لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد. البنك المركزي في تعز، رمزية الدولة في كبرى المحافظات اليمنية ورافعة مالية تسهم بالدفع بعجلة الاقتصاد. بائع الورود في تعز، حامل مسك يطيب الأنفاس، وفي تفاصيل القصة صبر التي تنبت رياحين وتزهر عطرا. مرحبا بكم من جديد. مستهل حلقتنا كالعادة موجز سريع للفعاليات والنشاطات المجتمعية في تعز هذا الأسبوع. تتواصل في تعز حملة الرشا الضبابي في جولتها الثالثة الهادفة لمكافحة البعوض الناقل لوباء حمى الضنك. وتستهدف الحملة التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بتعز مديرية المدينة الثلاث إضافة إلى مديرية جبل حبشي في إطار فعاليات مكافحة وباء حمى الضنك التي انطلقت الأسبوع قبل الماضي، وشملت التقصي الحشري للبعوض الناقل والتوعية والتثقيف وإزالة بؤر توالد البعوض. مشاهدينا، بدأ أكثر من نصف مليون طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في المرحلتين الأساسية والثانوية وسط تفاؤل بعام دراسي حافل بالنشاط والتعليم الجيد. وعبر الطلاب عن فرحتهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة وفتح مدارسهم أبوابها مع أول أيام هذا العام الدراسي. ويعتبر الكثير انتظام الدراسة في تعز تحديا في ظل استمرار حرب وحصار الميليشيا الانقلابية، وهو ما يستدعي الجميع التكاتف والوقوف مع مكتب التربية لمعالجة العوائق والمشاكل التي تعترض سير العملية التعليمية. على نحو هذا السير بخطى متقدمة وثابتة، يؤكد أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية بتعز مضيهم على طريق العلم وصولاً للنجاح والمستقبل الزاهر والمنشود. إحدى صور الاهتمام بالعملية التعليمية في تعز، حيث يبدو الإقبال الكبير على مدرسة خديجة الكبرى وسط المدينة، ومع الأيام الأولى لبدء العام الدراسي الجديد إقبال إن دل على شيء إنما يدل على مدى حب هذه المحافظة للتعليم والحرص على التحصيل العلمي. أنا داخل صف ثامن واشتقت لمدرستي وشي أدرس، فالآن إن شاء الله يكون السنة الدراسية 2019 يكون أحلى من السنة الباقيات. لم تكن المعلمات ببعيدات عن أجواء هذا العام الدراسي الجديد، فقد حرصنا على التواجد باكرا في فصول الدراسة وباشرنا بإعطاء الدروس في تأكيد واضح على مدى الارتباط الوثيق بين الطالب ومعلمه والتقاء الجميع على حب العلم والاستزادة المعرفية. وتقول المعلمات في هذه المدرسة إنهن استبقن العام الدراسي الجديد بتهيئة الأجواء حرصا على أن تكون المدرسة بيئة ملائمة لتلقي العلم بمختلف الصفوف. محاولات جذب الطالب للتعلم بدلا من تنفيره، تسهيل له جميع يعني قدر الاستطاعة من الأمور، التعاون معه في حالة إنه لم يستطع توفير الزي المدرسي ولم يستطع الحضور، عمل برامج ترفيهية في الإذاعة المدرسية، عمل أنشطة العودة إلى المدرسة. وإذا كان انتظام التعليم على مدى السنوات الماضية قد أعطى مؤشراً على نجاح تعز في تجاوز آثار الحرب، إلا أن عوائق لا تزال تواجه سير الأداء التعليمي، ويرى تربويون أنه لا ينبغي إغفالها ولا بد من وضع الحلول الممكنة لها من قبل مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. بالنسبة للمدرسات أكيد إحنا نعاني، لأنه في مدرسات نازحات كثير والموجودات ما شاء الله عليهم عطائهم قوي، لكن العدد قليل، فبالتالي إحنا نعاني، وهذه المعاناة إحنا يعني سديناها وحاولنا إننا نعمل نتخطاها بإن المتطوعات عملنا لهم دورات
وعلمناهم يعني تعليم تمام بحيث انه يبداوا يدرسوا صح ويدرسوا عن تدريب وعن خبره وعن ممارسه كمان. الحقيقه الاكثر ما نعاني منه توافد النازحات وزيادة الكثافة الطلابية داخل الفصول ونقص الكادر التعليمي من المعلمات، حيث العام الماضي اعتمدنا على المتطوعات وعملنا دورات تدريبية طوعية بالتعاون مع إدارة المدرسة ومكتب التربية والتعليم، وعملنا على تأهيلهن للقيام ببعض لسد بعض الثغرات في نقص المعلمات. تتصدر تعز المحافظات اليمنية في الاهتمام بالتعليم بالنظر إلى تاريخ ومكانة العلم عند أبناء هذه المحافظة، الأمر الذي يزيد من حجم المسؤولية على مسؤولية التربية والتعليم للوقوف بجد أمام قضايا التعليم العام وحل إشكالاته المختلفة، وفي مقدمتها تأثيرات الحرب ونقص الكادر التعليمي في بعض مدارس المحافظة. وللتعرف على طبيعة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، نرحب معنا بالأستاذ داود الحمادي مدير إدارة التعليم العام بمكتب التربية بتعز. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. أولا لو تطلعنا على الجهود التي يقوم بها مكتب التربية والتعليم وإدارة التعليم العام خصوصا لجعل هذا العام الدراسي الجديد أفضل من سابقه. بداية نشكر قناة بلقيس الرائعة فعلا والتي تواكب عملنا اليوم مع تدشين العام الدراسي الجديد، وهي بداية بإذن الله سبحانه وتعالى موفقة. طبعا مكتب التربية اليوم يبذل جهود جبارة وجهود مضنية من أجل فعلا تحسين التحصيل العلمي، من أجل استتباب العملية التعليمية في المدارس، من أجل قضية عودة الطالب إلى المدرسة. نحن بذلنا جهود طبعا ليست هذه السنة، من السنوات الماضية نبذل جهود كبيرة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ومن يلاحظ اليوم في الميدان تحسن العملية التعليمية على ما كان، بالرغم من أننا نعيش ما زلنا نعيش في ظل مرحلة حصار ومراحل استثنائية مع عدم توفر أو قلة توفر الكتاب المدرسي وبالذات للصفوف العليا. الأمر الثاني قضية الكراسي، قضية التنقلات، ما زالت هناك بعض المديريات غير محررة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قطعنا شوطا كبيرا في عملية الترويج للعملية التعليمية وإعادة الطالب والطالبة إلى المدرسة، ونحن ما زلنا نبذل جهود. ولاحظنا من خلال الأداء في المدارس للعام الماضي، امتلأت المدارس بالطلاب، امتلأت المدارس بالطالبات، عاد الطلاب والطالبة المدارس، عاد الأهالي اليوم. وهذا العدد الكبير الذي تحدث عنه لعودة الطلاب للمدارس، كم إذا تحدثنا بالأرقام كم عدد الطلاب طلاب المرحلة الأساسية والثانوية هذا العام؟ يمكن ما يربو على 600 ألف طالب وطالبة اليوم يلتحقون بالمدارس، ويمكن نشهد أكثر أو التحاق أكثر لهذا العام لأننا بدأنا من وقت مبكر في عملية تحريض المجتمع لعملية عودة الطالب والطالبة إلى المدرسة، ونفذنا عدة أنشطة ميدانية على مستوى مهرجانات، على مستوى فعاليات، إسكتشات، مقاطع فيديو لعودة الطالب والطالبة إلى المدرسة، وإن شاء الله نشهد بإذن الله يرتفع العدد أكثر إن شاء الله. هذه العودة أيضا يتزامن معها مشاكل يعاني منها المعلمون أيضا والطلاب يعني بشكل عام، مشكلة نقص الكوادر التدريسية، كيف يعالج يعني مكتب التربية هذه المشكلة بما للحيرة يعني دون تأثير على التحصيل العلمي للطالب؟ طبعا السؤال هذا هو فعلا قد برز لنا من قبل سنوات، قبل أكثر من 3 سنوات كان هذا السؤال مؤلم وكان مضني، حيث حينما انفجرت الحرب ونزح المعلمين والمعلمات وتعرض كثير من المعلمين لقضية من المعلمين، هناك من استشهد، هناك من جرح وعيق، هناك من بترت أقدامهم وأيديهم من المعلمين والمعلمات. لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نحن عملنا على مدى الأربع سنوات الماضية بكل جهد وجد من أجل عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم. فعلا أثرت عملية نزوح المعلمين والمعلمات، لكن مع استتباب المرتبات وعودة كثير من المديريات لطبيعتها الآمنة وتحررت واستتب فيها الأمن وعلى رأسها مديرية المدينة إلا جزء من مديرية صالة،
عاد كثير من المعلمين ومن المدارس، لكن نحن إلى الآن استعنا في عملية تغطية العجز من المعلمين والمعلمات في عملية أو من المعلمين، أولا من المعلمين النازحين والنازحات من خارج المحافظة. هناك كثير جاءوا إلينا من المعلمين ما يكثر، يعني كمبادرات طوعية أو أن هناك يعني أنتم استدعيتم هؤلاء؟ لا، هم جاءوا من أنفسهم، نزحوا من آثار الحرب الواقعة في المحافظات الغير المحررة، من المحافظات الغير محررة نزحوا طوعا إلينا ونحن استقبلناهم. جاءوا إلى الوزارة والوزارة خاطبتنا بأن نستقبلهم ونرسلهم إلى الميدان ونرفع بمباشرتهم إلى الوزارة لاعتماد مرتباتهم. طبعا اعتمدوا الدفعة الأولى ما يقارب 1200 معلم معلمة، اعتمدوا لهم مرتبة تستلموا إلى الآن. الدفعة الأخرى ما يربو على 3000 معلم معلمة نزحوا طوعا بسبب تضرروا من الحرب ومن إيذاء الميليشيا الحوثية لهم في محافظتهم، فنزحوا إلينا ونحن استقبلناهم ومكنناهم من العمل في عدة مديريات، سواء على مديرية المدينة أو المديرية الريفية، لأن هناك من أبناء المديريات، من أبناء المديريات الريفية هنا كانوا يعملون في المحافظة الأخرى موظفين هناك، فنزحوا تضرروا من الحرب بسبب الحرب التي قادتها ميليشيا. ماذا أيضا عن الطلاب النازحين؟ يعني تحدث عن مشكلة المعلمين، الطلاب النازحين ماذا عنهم؟ الطلاب كذلك استقبلناهم ومكنناهم، حتى من كان يعاني من قضية الوثائق نحن أعطيناهم حتى لا يحرموا من التحصيل العلمي أو تمر عليهم سنوات، مكنناهم من الاختبارات، وحتى على مستوى ثالث ثانوي اختبروا وهناك من حجبت نتائجهم نظرا لتأخر وثائقهم، وهناك من جابوا وثائقهم وأحضروها فأفرج عن نتائجهم. لم نحرم أي طالب ولا طالبة، وفد إلينا من أي محافظة وفدوا إلينا إلا ورتبنا لهم أوضاعهم سواء على مستوى مديرية المدينة أو مديرية الريف، والحمد لله. أيضا هناك إذا ما تحدثنا عن هناك تقارير أيضا تتحدث عن عملية تسرب للطلاب من التعليم وخصوصا في الصفوف الأولى، وهذه التقارير لمنظمات دولية يعني حذرت من هذه الظاهرة وتفاقمها. أنتم في مكتب التربية كيف تتعاملون مع هذه الظاهرة للحد منها ربما أو مواجهتها؟ نحن رتبنا على مستوى المكتب وعلى مستوى المديريات وقمنا بعدة أنشطة وفعاليات على مستوى المدينة والريف من أجل عودة الطالب والطالبة إلى المدرسة. طبعا قضية التسرب ليس بالشكل الملحوظ والكبير الذي يمكن أن نقول عنه، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن قد تكون هناك الظروف الاقتصادية لبعض الأسر أو ظروف الحرب أثرت على أو ظروف قضية العامل النفسي لبعض الطلاب والطالبات من كانوا في مناطق حرب أثر عليهم، ويمكن عوامل نفسية أثرت عليهم لعدم العودة إلى المدارس أو جانب خوف أو قلق. هذا نحن عملنا على تنفيذ عدة أنشطة ومهرجانات وفعاليات على مستوى المدينة والريف من أجل عودة الطالب والطالبة المدارس. نسقنا مع عدة منظمات في قضية الحقيبة المدرسية وقضية الكتاب المدرسي، بعض المدارس طبعت الكتاب المدرسي على حساب منظمات، وبدأنا بتنفيذ أنشطة وعملنا على تنفيذ عدة أنشطة وتنفيذ تنسيق مع منظمات من أجل الدفع بالطلاب والطالبات بالعودة إلى المدارس، والحمد لله كان لهذا الأمر أثر إيجابي على الميدان. أيضا وضع الطالبة أو الفتاة تحديدا يعني في ظل ظروف الحرب والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، كيف تدعمون عملية تعليم الفتاة داخل مدينة تعز؟ نحن نحرص على هذا الأمر ونكثف هذا الدعم بالنسبة للفتاة، لأنها تشكل حجر زاوية للتعليم، ونحن نهتم بتعليم الفتاة ونهتم بعودتها إلى المدرسة ونهتم بتحصيلها العلمي، ونهتم كذلك بالتنسيق مع المنظمات لتنفيذ كل ما يلزم أو ما كان بالمتاح من أجل تنفيذ كل الأنشطة أو المساعدات سواء بجانب مادية أو معنوية من أجل إتاحة الفرصة كل الفرص لعودة الطالبات. سؤالي الأخير أستاذ داود، عملية المدارس أو المدرسة وقعة تحت خطوط النار وعلى خطوط التماس، هل تم نقل الطلاب منها إلى أماكن آمنة أم ماذا؟ ماذا بخصوصها يعني تحديد؟ رتبنا هذا الأمر من وقت مبكر وعلى مدى السنوات الماضية نحن أوجدنا مدارس بديلة، سواء على مستوى مدارس حاضنة داخل المدينة، مثلا في مديرية صالة كثير من مدارسها تقع على خط التماس، حوالي 16 مدرسة أو 14 مدرسة تقع على خط التماس. رتبنا مدارس بديلة واستأجرنا مباني ورتبنا للطلاب، لم يحرم أي طالب بفضل الله سبحانه وتعالى من الدراسة، وأجرينا الاختبارات على مستوى حتى الثانوية العامة وعلى مستوى تاسع أساسي للطلاب والطالبات، ورتبنا كل ما يلزم، وحتى على مستوى المدارس التي ما زالت تحت إطار العمل أو الترميم
لأن هناك مدارس ضربت، ومدارس ضربت جزئيا، ومدارس منها من دمر كليا، ومدارس تحتاج إلى ترميم. بعض المدارس اليوم ترمم لتأهيلها لعودة الطلاب إليها، أو مدارس الترتيب يجري من أجل إعادة الطلاب إليها سواء في مديرة المدينة أو غيرها. الحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى رتبنا هذا الأمر. إذن شكرا جزيلا الأستاذ داود الحمادي، مدير إدارة التعليم العام بمكتب التربية بتعز. شكرا لتواجدك معنا. وأكرر شكري وتقديري لكم قناة بلقيس، القناة المتميزة الرائعة. شكرا لكم. مرحبا بكم من جديد. قبل نحو عامين وضمن خطط إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، تم إعادة افتتاح فرع البنك المركزي اليمني في مقره المؤقت وسط مدينة تعز. اليوم وبعد هذه المدة يتساءل الكثير عن الدور الذي يلعبه فرع المركزي في اقتصاد هذه المحافظة الكبيرة، وعن مدى تأثيره وإسهامه في مختلف جوانب الحياة. نتابع. هو حجر الزاوية في الاقتصاد المحلي بمحافظة تعز، ويعتبر واجهة للهيئة الاعتبارية المتمثلة في البنك المركزي اليمني. إنه فرع المركزي بتعز، وتبدو فيه صورة العمل كخلية نحل، حيث يمارس الموظفون واجباتهم بكل مسؤولية واقتدار. مسؤولية الوظيفة في العمليات المالية والمصرفية في هذا الفرع بعد نحو سنتين من إعادة افتتاحه في إطار خطط الحكومة الشرعية لتفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة في تعز، التي تعرضت ولا تزال لحرب مدمرة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية. البنك المركزي اليمني فرع تعز عاود مزاولة أعماله من تاريخ 9 أكتوبر 2017، تقريبا يعني سنتين من تاريخ اليوم. منذ عودتنا إلى عودة الفرع وعماله إلى محافظة تعز وإلى المدينة بالذات، انتهضت العملية الاقتصادية بشكل لافت في المحافظة. عمل البنك المركزي بتعز من خلال قيادة وموظفي هذه القلعة المهمة ماليا واقتصاديا على مجابهة التحديات وتجاوز الظروف الصعبة في ظل استمرار الحرب على تعز، وأثبت نجاحه حيث تمكن في فترة زمنية وجيزة من استعادة ثقة العملاء في مختلف القطاعات وتحمله مسؤولية صرف رواتب موظفي الدولة بتعز بعد نحو سنتين من انقطاعها بسبب الحرب. انتظمت عملية صرف الرواتب تماما من بداية 2018 في المحافظة إلى تاريخ آخر شهر في شهر أغسطس 2019. الإيرادات تقبى وتحصل وتورد إلى حساباتها النظامية والقانونية بالمحافظة بشكل طبيعي وروتيني بشكل يعني مستمر. يضم فرع البنك المركزي بتعز العديد من الإدارات التي تقوم بالمهام المختلفة، وتعتبر إدارة الحسابات واحدة من هذه الإدارات، حيث تتلخص مهمتها في إدارة حساب العملاء لكل من مكاتب السلطة المحلية والمركزية والحسابات الجارية في المؤسسات المستقلة. بالتوازي تقوم إدارة الخزانة والإصدار باستلام السيولة النقدية الموردة للمركزية سواء من البنوك أو من أمناء صناديق الجهات الإيرادية في المحافظة أو المكاتب الحكومية التي لديها حسابات جارية وصرف شيكات نفقات الدولة. الخزينة هي معك عدة أقسام، مثلا قسم المدفوعات، قسم المقبوضات، قسم العد. قسم العد هي تقوم بعد النقود الواردة لنا من قبل الأمناء الصناديق أو البنوك، مثل في بنوك تورد لحساباتها أو الاعتمادات المفتوحة طرف البنك المركزي عدن. تعتبر إدارة الرقابة على البنوك التجارية والصرافين من الإدارات المهمة في هذا القطاع الحيوي، ومهمتها تتركز في فتح ومرافقة أعمال البنوك التجارية وضبط تعاملاتها مع الجمهور والرقابة على أدائها ورفع تقارير منتظمة حول كيفية أداء البنوك ونشاطها التجاري في المحافظة.
كما تتولى هذه الإدارة مسؤولية فتح محلات الصرافة بناء على قانون الصرافة في البنك المركزي ومتابعة وضبط صرف العملة في السوق، وتشكل غرفة المقاصاة الصورة الناجحة لعمل فرع مركزي بتعز، ووظيفتها الإشراف على تبادل الشيكات بين البنوك التجارية في تعز. كل تاجر، كل عميل لبنك لديه شيك يتحصل، يأتي به إلى غرفة المقاصة، ثم يأتي مندوبي البنوك في غرفة المقاصة ويتبادل الشيكات، كل بنك ما له وما عليه، ويقوم البنك المركزي، غرفة المقاصة في البنك المركزي تقوم بتنظيم عملية تبادل الشيكات بين البنوك بينها البين. استعاد البنك الذي تتعدد فيه الإدارات نشاطه تدريجياً، ووصوله إلى مرحلة التعافي إثر الحرب الموازية التي تستهدف من خلالها الميليشيا الإنقلابية اقتصاد تعز، كان وراءه جهود بذلها الموظفون وكل في مجال اختصاصه. أحضر الصباح بإخراج العهد من الخزينة، وأقصى حاجة ما يقارب 45 مليون مثلا، وأغذي الصناديق الذي يقوم باستقبال شيكات المواطنين وصرفها لهم. تتحدث قيادة البنك المركزي بتعز عن أرقام للسيولة والتداولات في البنك، وتقول أنه من خلالها يستطيع أي إنسان الحكم على نجاح إعادة تفعيل هذا القطاع الحيوي في المجالين الاقتصادي والمالي بتعز. في النصف الأول تقريبا كانت حركة الإيرادات لدينا مرتفعة كثير، تقريبا وصلت 4.5 مليار تقريبا أو 5 مليار. حركة المقبوضات النقدية أيضا كانت عالية، المقبوضات تشمل كل الإيداعات النقدية من إيرادات بنوك أو إيداعات بنوك، وأيضا إيداعات جهات حكومية لحساباتها الجارية. ويرتبط نجاح المؤسسات المالية في أي بلد باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما ينشده الجميع في تعز لأجل مستقبل أفضل للبلد، وبما يحقق نهضة في مختلف القطاعات. من يعتقد أن تعز اليوم هي خليط من ريحة موت وبارود، الصواب أن تعز مهما مرت بظروف وشدائد تبقى مدينة للحياة والأمان والسلام، الحياة التي في تفاصيلها تزهر الورود وتضوع روائحها الفواحة. في فقرتنا التالية نتعرف على قصة بائع الورد والنبتة العطرية حامل المشقر الذي يقطف من نبتة جبل صبر ومناطق تعز الواسعة ما تطيب به الأنفاس. يميزه الناس بصوته وينتظرونه صبيحة كل يوم، حتى إذا ما أقبل مناديا عمن يبتاع منه روائحه الطيبة تجمع الناس حوله لشراء ما يناسب الذوق. إنه العم عبد الله محمد، وقد عرفه الكثير بارتباطه لسنوات ببيع الورود الطبيعية والنباتات العطرية التي اعتاد جمعها من مناطق جبل صبر جنوب مدينة تعز. طلع العروس اشتري المشاقر وابي واطلب الله على مانا من جبل صبر، بينه شجار بينه زهور بينه كل واحدة، بينه ورود بينه رمان بينه فرسك. الشباب علاج الله سحق البعدة. إيه هذا عقل ما. حتى الالتهابات هذا عقل. وهذا للذم. يعرض العام عبد الله أنواعا مختلفة من النباتات العطرية، فتتعدد الخيارات أمام عملائه والمشترين من العامة، والذين يكون انتقاؤهم للنوعية بناء على التعود والتفضيل والذوق لهذه الريحة من تلك. فهناك ما يتعارف الناس عليه بتعز شقر الشذاب والأزاب والريحان وبعض الورود برائحة القرنفل، وجميعها أسماء يتداولها أبناء تعز وتلقى رواجا عند عموم السكان. هذا لزاء، هذا شذاب، هذه ورود، تمام، من جميع الأنواع اشتري من الجبل.
أجري بالعشي وأقطف وأوجب وأربط وأبكر أمشي يلا هكذا منزل المدينة. البعض يداوم على شراء هذه النباتات العطرية بحكم ريحتها الطبيعية التي تختلف كثيراً عن روائح المنتوجات الصناعية، فيما يحرص آخرون على جلبها لارتباط وجداني وذكريات مع بعض هذه الأنواع من النبتة. طبعاً هذه ذكرنا بأيام الطفولة، تمام، وأيام الشباب عشنا بالقرية، تمام، وهذه ذكرنا بكل هذه الورود الجميلة والشقور والشذاب. هذه القرنفل بالضبط، هذه وردة القرنفل، أنا تعجبنا من أنا صغير لما كنا نطلع صبر، كان الوالد غالبا يشل الوالدة برضو يعني ويفضل نجيب له القرنفل يعني، فكان هذا الشيء طبيعي مجرد ما نطلع صبر ضروري نشتري قرنفل، فهم كان له كذا ارتباط كذا قديم، والآن أنا أهديه لزوجتي يعني، والموضوع مستمر إنه الحياة ضروري تستمر يعني. يعول العم عبد الله أسرة من الإناث، لذلك فهو يعتمد في بيع ما يعرف محليا بالشقر للتكسب والرزق، غير أن طبيعته السخية تجبره في أحيان كثيرة على أن يجود منها على المارة مقابل الدعاء فقط. أدي لهم مثل ما الحين أفرق لهم هكذا، قالوا ما معنا شو يسقناه اجبدوا، ها هذا وهذا لك وهذا، ادعونا الدعوة أحسن ما يكون. ويشكل التنوع في العشب الكثيف بمناطق تعز بيئة مناسبة للكثير في الحصول على النباتات العطرية أو تلك التي تستخدم في العلاج والتطبيب الشعبي، كما وأن اعتقادا يسود لدى الكثير حول نفعية بعض هذه النباتات في طرد الأرواح الشريرة، وهي اعتقادات لا تلقى حتى اليوم أي سند علمي وتظل في حكم المزاعم والخرافات الشعبية. بريحة المشقر التعزي وشذا عطره الفواح تكون مفردات وداعنا لكم في ختام حلقتنا هذه، لنا لقاء يتجدد معكم في حلقة قادمة، وحتى ذلكم الموعد استودعكم الله. عز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.